اشتغلوا وانتجوا عشان البلد تبقى احسن. الكاتب الصحفي الكبير مجدي الجلاد، بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده. انا اللي شاكر حضرتك جدا وشاكر الحياه بيتي حبيبي. اكيد طبعا بشكرك جدا، بشكرك جدا على وجودك النهارده معانا. مشاهدينا اتمنى ان انتوا تكونوا فعلا استفدتوا من الفقره دي. الفقره الجايه هتكون عن الزوجه الثانيه، هيكون موجود معانا واحدة تعرضت لموقف وخدت رد، وهيكون موجود معانا كمان اكيد استشاري الطب النفسي الدكتور عمرو يسري، ولكن الحمد بعد لله الفصل انا مش موجود في الزوجه الثانيه دي، انا ماليش دعوه بالموضوع ده ما دام بتتفرج. لا بنقدم لها اكيد تحياتنا. لا طبعا اكيد اكيد بوجه لها تحياتي، ماليش دعوه بالفقره دي خالص، بوجه لها تحياتي. لا حضرتك ماليش دعوه بالكلام ده، ماليش دعوه، هروح بعد الفاصل. المشاهدين استنونا.